مساء الخير. أنا اسمي ياسمين الشاذلي، أثرية وعايزة اسمي يبقى مكتوب. أثرية، بس أنا عايزة أوضح، أثرية مش مالهاش أي علاقة بسني. أثرية دي شغلانتي، مجالي، بشتغل في مجال الآثار. أنا أول ما قررت أدرس آثار دخلت الجامعة، كان الناس كلها لما بيسألوني أنت عايزة تتخصصي في إيه، أقول لهم علم المصريات، فدايما رد الفعل بيبقى إيه، يا إما يعني إيه، يا إما ليه. وكان عندي مركب نقص فظيع وأنا في الجامعة، علشان أنا داخلة الجامعة بمجموع عالي، كان ممكن يدخلني أي حاجة أنا عايزاها، بس في جامعتي كانت التخصص ده بياخد أقل مجموعة. فكان دايماً لما حد يقول لي، أو اللي عارف يعني مصريات، بقول له بس أنا شاطرة على فكرة، يعني أنا داخلة بمزاجي. وطبعاً أساتذتي برضو كانوا بيتعاملوا دايماً مع اللي داخل جديد على إنه غبي لغاية ما يثبت العكس، لأنه كتير قوي من اللي داخلين مصريات بيبقوا داخلينه يا إما ترانزيت علشان يعني لغاية ما يعلوا المجموعة عشان يدخلوا حاجة تانية، يا إما علشان مش عارفين يدخلوا حاجة تانية، أو فاكرينه سهل. المهم أنا حبيت علم المصريات إزاي؟ ما حبيتوش في مصر، لأنه أنا في مصر كنت بدرس مينا موحد القطرين وأحمس قاهر الهكسوس، وأنا كنت لا فاهمة إيه القطرين ومين الهكسوس، ويعني ما كانتش حاجة بالنسبة لي كان ممكن أفكر أدرسها أبداً وأنا في مصر. أنا حبيت علم المصريات وأنا في الدنمارك، لأن هناك قابلت ناس كتير دنماركيين يعرفوا عن علم المصريات أكتر مني بكتير. وأنا بدرس في المدرسة ابتديت أحب الفكرة، يعني لما سمعت من الدنماركيين ومن أساتذة آثار مصريين مشهورين جم إدوا محاضرات في الدنمارك. فكنت بفكر أدرس إيه وأنا داخلة الجامعة، وفكرت في مصريات بس ما قلتش، لغايه ما بابايا لوحده قال لي ما فكرتيش في علم المصريات؟ قلت له ايه ده بجد، هو انا ممكن ادرس حاجه كده؟ قال لي اه ده حاجه كويسه جدا، وما فيش ناس كتير بتدرس المجال ده مصريين او حققوا فيه حاجه، يعني في بس قليلين اغلبيتهم اجانب. فكانت دي حاجه برضو مزعلاني، ان هو اغلبيه المشهورين في المجال ده اجانب. المهم أنا بعدين لما قررت أدرس علم المصريات، في ناس كتير كانت شايفاني يعني إيه الغبية دي اللي عايزة تدرس حاجة يعني إيه مصريات وليه، يعني هتعملي إيه بالفراعنة. لما أنا فكرت أدرس علم المصريات أنا ما فكرتش بالطريقة دي، كل واحد وليه الأولويات بتاعته. في ناس أولوياتها إنهم يشتغلوا في حاجة بتجيب فلوس، وفي ناس أولوياتها إنهم يشتغلوا إنهم يتشهروا، وفي ناس عايزين يكرسوا حياتهم للأعمال الخيرية. أنا حبيت أختار حاجة أحس إن أنا أقدر أسيب فيها بصمة. فاخترت العلم ده لأن أنا شايفة إن أنا بحبه، حاجة ممكن أحقق فيها حاجة، والمصريين المتخصصين فيه الناجحين فيه مش كتير. المهم أنا قلت إن أنا عايزة اسمي يبقى مكتوب. من الحاجات اللي أثرت فيا جدا وأنا في الجامعة نص اسمه خلود الكاتب، ده نص فرعوني من بردية اسمها بردية تشستر بيتي 4، موجودة في المتحف البريطاني، ومن يعني من تاريخها الدولة الحديثة. النص ده بيقول: يتلاشى الإنسان وتصبح جثته غبارا ويهلك جميع أقاربه، ولكن الكتاب يجعله حيا في الذاكرة من خلال ثغر قارئه. الكتاب أفضل من بيت متقن البناء ومن قبور في الغرب، أفضل من قصر صلب ومن لوحة في المعبد. طبعاً كل اللي بيفكروا في قدماء المصريين بيفكروا إنه دول دي حضارة بتحب الموت وبتحضر للموت، وأهم حاجة عندها فكرة الموت. ده مش حقيقي، يعني النص ده بيقول لنا إن هما كانوا بيقدسوا الكتابة، وهما كانوا شايفين إنه الواحد ممكن يحقق الخلود عن طريق الكتابة. المصريين القدماء زي أي حضارة قديمة كان عدد الناس، نسبة الأمية فيها عالية جداً،
يعني احنا دايما بنفكر في قدماء المصريين ان هم متطورين جدا وسابقين عصرهم، هم فعلا كانوا سابقين عصرهم، بس الأمية عالية جدا. فلو واحد بيعرف يقرا ويكتب ده كان حاجه هو بيبقى فخور بيها جدا. فدايما كان الشخص المقتدر يعني اللي يقدر يخلي حد يعمل له تمثال بيحب يعمل تمثال لنفسه على شكل الكاتب. فانا كان بالنسبه لي من كتر ما النص ده اثر فيا كان من اولوياتي في الحياه ان انا لازم اكتب كتاب، لان انا مقتنعه انه الكتاب ده فعلا بيحقق لك الخلود. لانه بيفضل انا لما وانا بدرس في الجامعه كنت بقرا كتب لناس ماتت من سنين وسنين، بس هم لسه عايشين وكلنا بنقعد نتكلم عنهم واسمهم على طول متداول. بس من اكتر الحاجات اللي ساعدتني في حياتي ان انا كتبت كتاب، نشرت كتاب اسمه عباده الاسلاف الملكيه في دير المدينه في الدوله الحديثه. ليه اخترت بقى الموضوع ده؟ انا يعني لو سالت الناس الموجوده هنا بتعرفوا ايه عن القدماء المصريين، ايه اكتر حاجه بتفكروا فيها لما اقول لكم الفراعنه؟ هتقولوا توت عنخ امون، حتشبسوت، الاهرامات، المقابر اللي في وادي الملوك، الاقصر، اسوان. محدش هيكلمني عن البني ادم العادي او الحياه اليوميه عند قدماء المصريين. دير المدينه دي حاجه مهمه جدا وبالنسبه لي مبهره اكتر بكتير من كنوز توت عنخ امون. دير المدينه دي هي اكتر معلومات عندنا عن الحياه اليوميه عند قدماء المصريين جايه من دير المدينه. دير المدينة هي القرية أو المدينة اللي كانوا عايشين فيها العمال اللي بنوا المقابر في وادي الملوك في الدولة الحديثة. هي موجودة في الأقصر في البر الغربي. هتشوفوا في تحت هتشوفوا ده بقايا البيوت بتاعتهم. برضو ممكن الناس تتساءل هو ليه احنا ما شفناش بيوت الفراعنة قبل كده؟ ليه؟ لان هم كانوا بيبنوا المقابر والمعابد من الحجر علشان دي بيوت دي عشان تعيش للابد، لانه دي حاجه المفروض مطلوب انها تعيش على طول. الـ 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 البيوت كانت معموله من اللي هو المود بريك الطين طوب اللبن، فما عاشتش كتير. اللي احنا شايفينه من البيوت بتاعت دير المدينه دي يعني الاساسات الحجريه بتاعتها. وبعدين في الناحيه ده في ناحيه الشرق بتاعت دير المدينه، علشان القدماء المصريين كانوا بيعيشوا في الشرق وبيدفنوا في الغرب. ناحيه الغرب دير المدينه كان فيه المقابر بتاعتهم، وفي الشمال كان في معبد كبير ومعابد ومقاصير صغيره للعباده. وشمال ده كان فيه بير، البير ده بقى كنز، لانه اتلقى فيه شقف معموله شقف من الفخار او من الحجر الجيري كانوا بيستخدموها للكتابه والرسم. المهم يعني، وزائد انه دير المدينه برضو بتدينا معلومات عن الحياه اليوميه من مناظر اللي في المقابر، بس ده موجود في المقابر في مصر كلها. يعني حتى لو الموضوع اكتر جنائزي في دير المدينه في المقابر عامه، بتلاقي انه في رسومات للحياه اليوميه، لان هم كانوا مش بيحبوا الموت، هم بيحبوا الحياه ونفسهم انه الحياه بعد الموت تبقى زي الحياه اللي على الارض. فهنا مثلا بيديك معلومات عن الزراعه، بيزرعوا ازاي وبيحصدوا ازاي. ده بقى الاستراكا اللي انا بقول لكم عليها اللي اتلقت في البير دي، بقى مليانه استراكا مكتوب عليها واستراكا عليها رسومات. الاستراكا اللي مكتوب عليها فيها جوابات، شعر، قصص، عقود، حتى الحضور والانصراف بتاع العمال واسباب الحضور اسباب الغياب بتاعهم، قضايا، ناس رافعينها على بعض، مش عارفه مين خد بيتي وعايز وده البيت بتاعي مش البيت بتاعه، وحاجات كده.
فالناس اللي هي اسمها مكتوب في الحاجات دي دول مخلدين، يعني احنا بنتكلم عليهم لغايه دلوقتي. طبعا انتوا ما تعرفوهمش، بس احنا كعلماء يعني ناس متخصصين في مجال الاثار نعرفهم وكانهم يعني عايشين معانا. اللي بقى الرسم ده، في منكم ممكن يعرفوا الرسمه دي من الجرافيتي اللي كان موجود وقت الثوره. دي احنا ما نعرفش مصدرها ايه بالظبط، هي ممكن تكون مصدرها قصه معروفه وقت قدماء المصريين، وفي بيقولوا انها ممكن تكون مثلا عمال بيتريقوا على الرؤساء بتوعهم، يعني فار يعني قطه بتخدم فار، فممكن تكون فيها شويه تريقه. احنا دايما لما نتكلم عن الرسم الفرعوني احنا متخيلين انه الفراعنه ما بيعرفوش يرسموا غير بطريقه معينه، هي دي الطريقة اللي احنا على طول بنشوفها في المقابر وفي المعابد. دير المدينة لقينا فيها رسومات بتدل على انه قدماء المصريين كانوا بيعرفوا يرسموا بطرق تانية مختلفة تماما عن الرسم اللي ليه رولز قوية ريجيد كده، الفرعوني اللي احنا اول ما بنشوفه بنقول عليه فرعوني. ده لما تبصوا عليه ممكن يعني مش هتقولوا عليه فرعوني، لو انا وريته لكم كده وسط رسومات تانية مش هتختاروا ده وتقولوا انه ده فرعوني. فهم بيعرفوا يرسموا بطرق تانية، هي الفكره ان هم يعني لما كانوا بيرسموا على المقابر والمعابد الرسومات دي ليها هدف ديني، فالرسم ده ما كانش المفروض ان هو يبقى واقعي، هو ليه قوانين بتخليه ليه شكل معين، بس هم بيعرفوا يرسموا بطرق تانية. المهم انه كمان دير المدينة، فانا اللي بقوله انه دير المدينة جابت لنا معلومات كتير قوي عن الحياة اليومية عن قدماء المصريين اللي اسمهم مكتوب طبعا، اوكي؟ لان انا بشبه التاريخ الانساني عامة ببازل كبيرة كل شوية بنلاقي حتة منها عمرها ما هتكمل، بس كل شويه هنلاقي حته منها. فالاساميهم مكتوبه ولسه عايشه معانا لغايه دلوقتي هم اللي اسمهم اتكتب، زي مثلا في لو المراه عند قدماء المصريين احنا اللي نعرفه عنها نفرتيتي وحتشبسوت. وفي ناس يعني برضو كانوا مش الفقراء، زي اللي برضو الناس اللي مدفونه في دير المدينه دي، ممكن تشوفوا على الشمال ورا خالص، دي مرات خاع بخنت اللي هو مدفون في دير المدينة اسمها صاحت. طبعا الأسامي الفرعونية عاطفية جدا، يعني مثلا مرات منقورع صاحب الهرم الثالث في الجيزة اسمها خاع مرر نبتي. كان نفسي أسمي بنتي كده. بتبص لي وزعلانه يعني. المهم، ايه اوحش حاجه ممكن تعملها في مصري قديم من الصوره دي؟ انك تشيل اسمه. ده تابوت اخناتون، هو احنا يعني بنقول انه غالبا تابوت اخناتون، بس احنا مش متاكدين 100% انه هو التابوت بتاعه، لسبب انه اسمه مش موجود عليه عشان اسمه اتشال. بس احنا عارفين انه اخناتون بعد يعني اخناتون هو اللي كان اللي وحد وعبد الشمس، تخلص من الآلهة كلها وعبد الشمس، بس بعد ما مات توت عنخ آمون رجع الديانة القديمة اللي هي اللي فيها تعدد الآلهة. وبعدها بقى عمل ايه؟ أخناتون بقى شخصية يعني مكروهة، واسمه كان بيتشال من أغلب الآثار بتاعته. فده علشان ودي حاجات مكتوبه في نصوص مصريه قديمه، انه يعني انك تشيل اسم حد دي اوحش حاجه ممكن تعملها ببني ادم، لانه معناه انه هو عمره ما كان موجود. وفي ناس عمرها ما عاشت، ناس عايشه دلوقتي معانا بس عمرها ما عاشت في الواقع، شخصيات اسمها مكتوب زي شيرلوك هولمز وقيس وليلى ودراكولا وسندباد وعلاء الدين وجحا وهيركول بوارو، الشخصية المعروفة بتاعت أجاثا كريستي. طبعا احنا مش عايزين ان احنا اسمنا يبقى مكتوب كده يعني زي رايا وسكينة، بس برضو في مشكلة انه التاريخ يعني في شخصية مثلا اسمها بانب في دير المدينة، دي شخصية
سيئة السمعة جدا، مكروهة جدا، واحنا عارفين ان هي شخصية بشعة كانت بتعمل كل حاجة وحشة ممكن تتخيلوها. المشكلة انه دلوقتي في علماء آثار بيقولوا بس احتمال باناب ما يكونش وحش، ممكن يكون اللي كتب عنه كده ده حد بيكرهه. فاحنا ايه اللي يأكد لنا انه باناب ده كان شخصية وحشة؟ فممكن انه حد، المشكلة انه هو اللي بيتساب في الاسم اللي مكتوب لك، يعني ممكن زي في التاريخ في شخصيات تاريخية احنا ما مش متأكدين هي وحشة ولا كويسة لانه ده اللي كتب عنهم، مش شرط انه يكون ده الواقع. المهم علشان تبقى شخصية، يعني علشان اسمك يبقى مكتوب لازم تبقى كاتب، مش شرط، ممكن يتكتب عنك علشان انت عملت حاجة مفيدة للمجتمع اللي انت عايش فيه. وزي صديقي عمرو علي، هو حتى ما كانش صديق قريب ليا بس انا كنت بحترمه جدا جدا جدا. هو كان بيشتغل في مجال البيئة في جمعية مهتمة بالبيئة وبيئة البحر الأحمر بالذات، وهو اتوفى من قريب جدا يعني، وده نعي وزارة البيئة ليه. اوكي، ومقالات بعد ما توفى غير طبيعيه اتكتبت عنه، ولغايه دلوقتي لو حد بص على البيج بتاعته على فيسبوك هتلاقوا كل يوم صحابه بيكتبوا له عليها، لانه كان شخصيه. اولا ممكن يكون، انا ما اعرفش هو لما اختار يتخصص في البيئه اهله قالوا ايه او اصحابه قالوا له ايه، بس ممكن قوي يعني يكونوا اهله قالوا له ايه البيئه اللي انت عايز تتخصص فيها دي، ما تتخصص في حاجه يعني ليها معنى. اوكي، بس هو كان مؤمن باهميه المجال ده واشتغل فيه باخلاص جدا، وكان بيلهم كل مصدر الهام لكل اللي حواليه، لدرجه انه يعني بجد بعد ما توفى كل الناس اتاثرت حتى اللي مش ما يعرفوهوش، ولغايه دلوقتي بيتكتب عنه. فانا اللي عايز اقوله في الاخر يعني انه تعيشوا حياتكم بطريقه ان تخلي اسمكم يبقى مكتوب، مش شرط، ما انا مقصودش انك انت بقى تكرس حياتك انك انت تتشهر ويتكتب عنك في الجرايد والمجلات وكده، لا ده مش اللي قصدي عليها خالص. انا قصدي انك تختار مجال انت او قضيه انت مهتم بيها ومؤمن بيها وبتحبها وتشتغل فيها باخلاص وتساعد اللي حواليك وتبقى مصدر الهام ليهم، وما تفكرش، ما تسمعش كلام الناس اللي بيقول نصايح بقى نصحة اللي هو ما تساعدش، ما تقولش أفكارك لحد، ما تساعدش مش عارف مين عشان هيسرقوا أفكارك وبعدين هينجح أكتر منك والكلام ده، لأن هم دول اسمهم ما بيتكتبش، اللي اسمه بيتكتب هو اللي بيأثر في اللي حواليه وبيسيب حاجة بعده. مرسي.